السعودية لا تحارب الإرهاب أبدا. السعودية تنافس الإرهابيين. الحقيقة أن المال السعودي نشر الفكر المتطرف داخل وخارج السعودية. الآن السعود طبعا منافقين ولا يؤمنون بهذا الفكر، إنما يستغلونه لأهداف سياسية. مجتمع مثل مجتمعنا السعودي، الإنسان مسلوب الإرادة، أن هذا الكيان الفاشل لا يستطيع أن يشن حربا حقيقية. هو حروبه الماضية والآتية كلها حروب مادية، يدفع ليحارب بالنيابة عنه. آل سعود مخصصاتهم حاشيتهم لا تطال بأي أذى من هذا التقشف. فعل ابن سعود الكثير معي ومع غيري لإسكات الأصوات الحرة، لكن هذا لن يثني عزمي ولا عزم الآخرين عن مقاومة الفاسد ابن سعود، مهما كلف ذلك غاليا ومهما كان الثمن. فالحياة بدون حرية ليست حياة ولا تستحق العيش.